خليني أسألك كده يا دكتور، النادي الأهلي في الموسم الحالي إلى أي مدى ممكن يكون بيطمن الجماهير بشكل كبير جدا، خصوصا اللقاء المرتقب بالنسبة لهم طبعا ذهابا وإيابا مباراة الوداد، فشايف يعني اللقاء ده في ظل الظروف بالغيابات بكل التفاصيل عامل إزاي؟ هو طبعا مباراة مهمة جدا، لأن برضو زاد من أهميتها وضعية الوداد لما كان هو الأقل في احتمالية ان هو يوصل حظوظه. النهائي. ايوه صح، يعني حظوظه كانت أقل، يعني أغلب الناس كانت متوقعة ان صن داونز، درجة حتى ان انا عرفت ان الجهاز الفني للنادي الأهلي حضر قوي لانه ممكن يواجه صن داونز تاني، وهتبقى كانت لعبوا بعض في المجموعات ولعبوا بعض في هذه. لما اتغير المنافس اصبح الارضيه بتاعه الاستعداد مختلفه تماما. ليه؟ كان الناس فاكره ان الوداد اسهل، بس ما تيجي تحللي فنيا تلاقي الوداد فرقه صعبه جدا، لان هي من نفس طبيعه لعب النادي الاهلي، فرق شمال افريقيا كلها موجاتها كلها اما بتيجي تلعب على ملعبها بتبقى مأمنة الناحية الدفاعية وبتضغط من القدام من الامام، ويبقى عندها طموح ان هي تجيب اهداف في ملعبها، تلعب في بره ملعبها بيبقى الدفاع الكومباكت اللي فيه ما فيهوش مساحات، انك انت بتضغط على الفريق من نص ملعبك، فشكل متشابه. هتلاقي الوداد بيلعب كده، تلاقي الاهلي بيلعب كده، الزمالك بيلعب كده، الترجي بيلعب كده، فالمواجهه اللي هي ذات طبيعه متشابهه بتخلي فيه صعوبه، فرجع تاني الناس صحيت من النوم ان هي خايفه من صن داونز لانه فرقه تقيله، هو فعلا الفرقه الاعلى فنيا، الى فرقه صعبه من ناحيه تانيه، صعبه فرقه شمال افريقيه، منافسه مستمره، مباراه هتقام العوده على ملعب فريق الوداد في كازابلانكا، فطبعا مباراه بتبقى صعبه جدا. كل الامور بقت متشابهه، يعني انا بلاعب فرقتين بيلعبوا بعض شبه بعض، شبه بعض في الاسلوب اللعب، الاعتماد على الهجوم المرتد وانت بتلعب بره ملعبك، والاعتماد على امتلاك الكوره والضغط على الفريق المنافس وانا بلعب على ملعبي. فهو الوداد هيعمل كده مع الاهلي، والاهلي هيعمل كده مع الوداد، فده بيصعب الماموريه. اكتر حاجه بقى مخليه النادي الاهلي ستاند باي قوي هو الحاله الفنيه اللي تطورت جدا في نادي الوداد بعد مباراه صن داونز، ما قبل صن داونز وما بعد صن داونز. نفس الكلام بالنسبه للاهلي، وان كان الاهلي كان حاله التطور الشديد في المستوى حصلت برضو بعد صن داونز، بعد خساره 5-2 من صن داونز في بريتوريا، ان الاهلي لعب ماتشات اكتر، يعني الاهلي بعد مباراه صن داونز النهارده هيلعب مباراته رقم 14 من ساعه ماتش صن داونز اللي في بريتوريا 5-2 اللي خسر فيه 5-2 لغايه دلوقتي 14 مباراه، ففي 14 مباراه حصل فيها طفره في اداء النادي الاهلي وتغير في استراتيجيه النادي الاهلي في مواجهه الفرق الكبيره. يعني كانت الفرق الكبيره النادي الاهلي بيلعبها بشكل مفتوح، بيلعب ريال مدريد اللي هو خد بطوله اوروبا السنه اللي فاتت، بيلعبه وهو حامل اللقب وراح كاس عالم الانديه، بيلعبوا زي ما بيلعبني، يعني ايه؟ هو بيلعبني فرقه فاتحه خطوطها، فاتحه الملعب انا فاتح الملعب، وهو بيضغط عليا انا بضغط، يعني بيلعب بنفس شكل ريال مدريد. طبعا مع الفارق في الامكانيات والفارق في المستوى اللي بيلعب الفريق ده والفريق ده، حصل ايه؟ ان النتيجه 2-1 فضلت معلقه، والاهلي بيضيع، وبعدين فجاه في الدقائق الاخيره خلاص راح بقت 4، فبدل ما النتيجه تبقى حلوه 2-1 وكان ممكن الاهلي يتعادل بجول قفشه اللي كانت عرضيه حسين الشحات على ما اذكر، كانت كوره جول 100%، كانت تبقى 2-2، فالمباراه انتهت 4-1، بقى النتيجه وحش. نفس الكلام فلامينجو، ضيع ضربه جزاء وانفراد لشريف، وبعدين تنقلب المباراه تبقى 4-2. بس عايزه اسال حضرتك، يعني المباراه النهائيه دي مكرره من الموسم اللي فات، الاهلي تحت قياده مستر مارسيل كولر شايفها ازاي، مع ان الاهلي كان الموسم اللي فات تحت قياده مستر بيتسو موسيماني قدام نفس الفريق اللي حصل فيه تغيرات كتيره؟ بص قارن لنا يعني ما بين النهائيين. بص عشان ما نظلمش موسيماني، لان موسيماني جه في فتره برضو كانت فتره الاهلي بعيد عن الالقاب الافريقيه، الاهلي لما خد مع موسيماني دوري ابطال افريقيا 2020 كان ما خدهاش من 2013، 7 سنين الاهلي بعيد عن افريقيا، ودي فتره من الفترات الاطول
للنادي الاهلي انه بعيد عن بعيد عن الفتره اللي هو كان ابتعد فيها عن المشاركات الافريقيه في منتصف التسعينات، فان الفتره ديت اللي هي من 2013 ل 2020 اطول فتره بعد فيها الاهلي تماما عن البطولات الافريقيه، على وجه التحديد من 2014 عشان نتكلم ان الاهلي 2014 خد الكونفدراليه.